بسم الله، كلنا طبعا عارفين ازاي نعمل كلاش ديتكتيف، بس فرض ان انا عايز اعمل للدور كله مثلا او المشروع كله مره واحده كلاش بين الحوايط مثلا ومثلا الضغطات او بين الابواب والكاميرات، بس المشروع كله مش دور دور، فعشان اعمل سيلكت هياخد مني وقت كتير. او ممكن اكون عايز اعمل كلاش بين كل الانشائي مرة واحدة مع كل الأبواب مرة واحدة، تمام؟ فأعمل الموضوع ده إزاي؟ يعني فايند أيتم تاخد منه وقت، وإن أنا أحددهم واحدة واحدة بالسيليشن تري برضه تاخد وقت. طب أعمل إيه؟ أجي في كاش ديتكتيف ألاقي هنا ده الستاندرد، ده العادي بتاعي، أقول له لأ ده أنا عايزها بالخصوص بالبروبرتس، تمام؟ وده برضه بالبروبرتس. كده ما بقاش بالدور، بعد كده كان الأول بتلاقي الدور، وهو الدور بتلاقي الفلور، بتلاقي الاستراكشر. لا انا كده بقيت في البروبرتيس، وابدا اختار بقى في البروبرتيس اشوف انا الخاصيه اللي ممكن تفيدني. كده بقى الموضوع ممكن اختار مثلا بالتايب، الاقي كلهم كلهم على بعض، اروح مختار مثلا كده واحده شيفت، اروح مختار كلهم كلهم على بعض، واجي هنا اقول له انا عايز البروبرتيس بتاعي الايتم مثلا، وابدا اختار العنصر من الايتم او التايب، او الليفل زي ما انت عايز. يعني ممكن اختار مثلا من الايتم اقول له انا عايز الحاجات اللي هي، ممكن تختار مثلا من الدور، في كذا نوع من انواع الدور اختار كلهم. وقول له اعمل لي كاش ان شاء الله ما يطلعش كاشات، بس فهم الفكره ان انا ممكن اختار كل الانشائي مع كل الابواب كل الادوار. كده انا تعديت مرحله دور دور، او ان انا اقعد اعمل سيلكت واحده واحده فيهم، كانت بتاخد وقت وبتعمل لخبطه مع الناس، ما احنا اصلا مش ناقصين لخبطه.